مساء الخير دكتور سمير نعيم اسعد، استاذ امراض باطنه وغده صماء كليه الطب جامعه اسكندريه. احنا بنرحب بيكم طبعا في فعاليات المؤتمر 21 للغدد الصماء والبدانه في اسكندريه. انا من ضمن المحاضرات اللي هيتناولها النهارده هي محاضره خاصه بالغده الجرده الرقيه وصلتها فيتامين د. طبعا ده مهم جدا لان كتير من الاشخاص بيواجهوا ان هم عندهم الام في العظم، يجي يقيس الغده الجرده الرقيه لها عاليه جدا، ويتضح ان العيب مش في الغده الجرده الرقيه، عيب في فيتامين د. فدايما احنا بنوجه نظر الناس ان نقصان فيتامين د هو من الاسباب المهمه لزياده الغده الجرده الرقيه. فقبل ما واحد يبتدي يعمل اشعات خاصه بالغده الجرده الرقيه ويفكر في عمليات، لازم يقيس نسبه فيتامين د ويصلحها قبل ما ندخل في الموضوع ده. الجزء الثاني في المحاضره بتاعتي هو خاص بالانواع الجديده من الانسولين، والانسولين اللي احنا بنسميه طويل مفعول، وفي انسولين طويل مفعول دلوقتي ابتدى ينزل، هيقعد مفعول 24 ساعه، لكن نسبه حدوث هبوط السكر قليله فيه، لان دايما المشكله الاساسيه للاطباء وللمرضى اللي هي نسبه انخفاض السكر نتيجه ان البني ادم ما بياكلش والسكر شغال في الدم. ففي الحالات دي بنستعمل الانسولينات اللي هي الحديثه طويله المفعول والاقل نسبه في هبوط السكر. وبشكر حضراتكم.